انا اشتغلت مع 40 مخرج، يعني انا عملت 108 فيلم روائي في حياتي، اشتغلت مع 40 مخرج، 90% منهم جيلي، واشتغلت مع استاذ بركات واستاذ حسام الدين مصطفى واحمد فؤاد، ده مش من جيلي، اشتغلت مع ولادي احمد عاطف حامد سعيد احمد عواض، يعني دول بقى يعتبروا من جيل ولادي يعني، لكن بقيت كل افلامي مع الجيل بتاعي انا، يعني اللي احنا اكثر تفاهم، طالعين مع بعض عايشين ازماتنا الكامله في البلد في النكسه في كذا، يعني كل ده يعني. علي عبد الخالق اول فيلم يعمله في حياته اغنيه على الممر، أي. وهو خريج يعني ما في فتره زمنيه في منتهى القسوه. فالمهم لما ابتديت اشتغل وانا كنت مع، اشتغلت مساعد شويه الاول بس مش كتير يعني. مساعد مع مين؟ مع محسن نصر ومحمود عبد السميع، هما دول الاثنين اللي اشتغل، محمود في التسجيلي ومحسن نصر في اول تلت فيلم عمله مع اشرف فهمي، بس ما اشتغلتش كتير مساعد يعني. ابتديت اشتغل في الفيلم الروائي. انا في الفتره دي الاولى مش عارف ان انا مختلف، يعني الاختلاف جه من طريقه شغلي، يعني لما انا اتذكر مثلا ان اول مخرج عاوز يشتغل معايا من جيلي كان علي عبد الخالق، وعلي عبد الخالق عملت معاه افلام للتلفزيون روائيه، بعدين عملت معاه فيلم كان السيناريو مصطفى محرم واخراج علي وتصويري انا، اسمه بيب بلا حنان، ده كان اول فيلم للسينما ليا الوان. أيوة. كان مين البطله؟ ناديه لطفي هي بطله الفيلم. فابتدى بالتدريج يعني ايه اتعرف في السينما كمصور جديد، لكن النقله الكبيره اللي حصلت لما جه بقى محمد خان كصديق عمري وكده واصر ان يجي مصر، انا خايف يجي مصر لان معهوش جنسيه، مين هيشغل مخرج ما ملوش تاريخ في مصر، احنا نفسنا بنعاني من يعني بنشتغل يوم وما بنشتغلش يوم، محدش يعرفنا.